السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة إن شاء الله هذه المرة، والطلب لنداء الإخوان حول السرير وكيف نقوم بتثبيته مع الحائط، وأيضا عند إزالته كيف نقوم بإزالته حتى لا يترك أي عيب في الحائط. فدائما الإخوان يجدون مشاكل يعني في أماكن إلصاق السرير، فإن شاء الله سنعرف الطريقة لتجنب هذا المشكل. فأولا بالنسبة للإخوان الذين يسألون كيف نقوم بتثبيت السرير على الحائط، فهو يعني هناك العديد من الطرق والأشكال. فأولا يجب أن يكون لدينا هذه المفاصل التي ترون لكي تمسك هذا المقبض الحديدي ونمسكه مع الحائط. وبالنسبة لهذه المقابض أنا عملتهم يدويا، فيوجد هناك أشكال أخرى وهي الشائعة يعني التي نعمل بها في الحقيقة، فهذا أنا قمت بعملهم يدويا عند الحداد. فيوجد هذا الشكل يعني يكون على شكل مقبض بهذا الشكل. سأحاول أن آتي بإحدى المقابض ليكون الشرح أسهل. يكون على هذا الشكل ويكون كبير في الحجم، يعني هذا صغير، الآخر يكون غليظ في الحجم، ونقوم بإلصاقه في الحائط. يعني نقوم بثقب الحائط ووضع هذا البلاستيك المقبض ونقوم بلصقه في الحائط. فنقوم بثقب الحائط بالرقم المطلوب ونقوم بإلصاقه في الحائط، يعني تلصق لوحدها. ثم يأتي هذا المقبض ويكون لديه يعني مقبض على هذا الشكل، فيدخل في هذا المسمار بهذه الطريقة، يعني هذه هي طريقة الإمساك. فعند إلصاقه في الحائط نمسكهم مع بعض ونحتاج إلى هاته الفواصل. فبالنسبة لهذا الذي ترون، فأنا قمت بصنعه عند الحداد، وهذا المقبض يعني رقم 12، فهو لا بأس به، ومن الأحسن يكون الرقم أكبر. وبالنسبة لطريقة التركيب، نقوم بثقب الحائط ثم نضع هذه الأداة يعني التي تمسك المقبض ونضعها بهذا الشكل، وأيضا نحتاج إلى المفاصل. وبالنسبة للمسافة نترك حوالي 20 إلى 25 سنتيمتر بين السرير والحائط. الآن نمر لنرى يعني الطريقة الصحيحة يعني هنا في الحائط كيف لا تترك لنا أي عيوب في الأخير، يعني عند نهاية العمل. فنرى إذا كانت هناك يعني أي أماكن في الحائط لا نقوم بعملها، يعني لن نعمل في ذلك المكان، مثل هذا المكان الذي ترون هنا، فأنا لا أعمل هذه المساحة، فقمت بإلصاقه في ذلك المكان لأنني لا أشتغل على ذلك المكان. لكن في غالب الأحيان نعمل الواجهة بالكامل ولا نجد أي مكان لنضع فيه هذا المقبض سوى الحائط. فهناك يعني طريقة وحيدة، يعني هناك طريقة عندما تضع في الحائط لا تترك أي عيوب، وليست يعني لا أحد يعمل بهذه، يعني لا أحد يعمل بهذه الطريقة، ربما لا يعرفها أحد. فهي طريقة يعني تطلب العمل مكرر، يعني تثقب مرة وتعيد تثقب مرة أخرى، لكن تغنيك يعني عن ترقيع العمل في الأخير، يعني عند الانتهاء يجب أن لا تترك المساحة كبيرة وذلك الثقب الصغير وتقوم بإغلاقه. وحتى عند تمرير المسطرة لا يقوم لا تجد هذا في الطريق، يعني عند تمرير المسطرة بين الفواصل. فالطريقة لتجنب هذه المشاكل، فهذا المقبض يعني ثقب الحائط يجب أن يكون مكان الفواصل. لكن المشكل هو نقوم بتركيب السرير وبعدها يأتي مكان الفواصل، يعني لا نعرف المكان الذي ستأتي فيه الفواصل. وإن لم تعرف يعني المكان الذي ستأتي فيه الفواصل، يمكنك يعني يمكن لصق السرير، ومن بعد تقوم بتخطيط الفواصل وتقوم بحفر
يعني حفر المكان الذي سيمسك فيه السرير يعني قبل تركيب الفواصل، وتقوم بتركيبه في ذلك المكان، يعني المكان الذي يكون فيه الفواصل. فعندما تقوم بتركيب الفواصل ستجد ذلك الحديد موجود هنا، ثم تقوم بتركيب الفواصل في هذا الجانب، ثم أيضا من الجانب الآخر، يعني وتترك الفواصل يعني مقطوعة في ذلك المكان. فعندها ستقوم بالعمل، وعند إزالة الفواصل يعني ستجد ذلك الثقب موجود داخل الفواصل، يعني في وسط الفواصل، فلا يظهر معك. يعني تقوم بملء بعض العجين في ذلك المكان، ولن تظهر معك أي عيوب. وحتى في العمل المسطرة تساعدك على التمرير بين الفواصل. فإن شاء الله لما أتصادف مع هذه الطريقة، يعني عندما أضعهم في مكان الفواصل، سأتقسم معكم الطريقة بشكل واضح جدا إن شاء الله. فهي الطريقة ربما بعض المرات تطلب يعني تكرار العمل، يعني الثقب مرتين، يعني تزيل وتعيد تثقب مرة أخرى، لكن لا بأس، يعني النتيجة تكون جيدة. فهناك يعني بعض الطرق أخرى إن لم تكن تتوفر على هذه المقابض الحديدية، إن شاء الله سنرى كيف نقوم بلصقه بالحبل، ونرى يعني كيف نقوم بحفر الحائط ليمسك الحبل في الحائط، وأيضا كيف نزيله في الأخير يعني عند الانتهاء من العمل. إذن إخواني، كان هذا هو موضوع اليوم، وجاء بناء على طلب الإخوان. نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.